في وقت سابق من اليوم الأحد، زار رئيس الصين شي جين بينغ قرية سانخو بمقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، والتي تضم أكبر عدد من أبناء قومية إي في جميع أنحاء الصين. تقع هذه القرية في المناطق الجبلية، حيث تم تحديدها من قبل الحكومة المركزية الصينية كمنطقة للتخفيف من حدة الفقر. وقد قام رئيس شي جين بينغ بزيارة لبيوت القرويين وناقش تدابير التخفيف من وطأة الفقر مع السلطات المحلية. وتعتبر إجراءات مكافحة الفقر جزءا رئيسيا من أهداف الرئيس شي جين بينغ منذ فترة طويلة. وقد حققت الصين تقدما في أعمال القضاء على الفقر في جميع أنحاء البلاد، حيث أن نطاق الفقر الشديد انخفض انخفاضا كبيرا للمرة الأولى خلال أكثر من 30 عاما.